إضافة للحديث السابق، يعني وفق إعلاناته التي لا تنتهي، صالح أعلن أنه سيتخلى عن السلطة خلال أيام، وسيدعو مجلسي النواب والشورى لاجتماع مشترك لوضع الشعب على جميع الحقائق، وأضع خطين بين هذه كلمة الحقائق، يعني عن أي حقائق يتحدث، والحقائق هي ماثلة للعيان أمام كل الفضائيات من قتل وتدمير لشعبه ودولته. في اتخاذ قرارات ضد صالح ونظامه وأركان حكمه. ففي منذ أسابيع مضت أصدر في 12 سبتمبر أصدر تفويضا لنائبه بإعطائه الصلاحيات الدستورية لإجراء حوار مع المعارضة حول دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي حول الاتفاق على آلية تنفيذية ثم التوقيع عليها. ثم عندما أوشك عبد ربه منصور أن يوقع على الآلية التنفيذية عاد بنفسه إلى صنعاء ليجهض توقيع عبد ربه منصور هذه. وعندما كان على وشك أن يصل في الأيام القليلة القادمة المبعوث الأممي إلى صنعاء أوفد عبد ربه منصور إلى أمريكا بغرض العلاج ومستشاره السياسي إلى أوروبا حتى لا يتمكن جمال بن عمر والزياني من العودة إلى صنعاء والاتفاق على التوقيع على مبادرة مجلس التعاون. الواقع أنه حتى قرار مجلس الأمن وكل الآراء الدولية تقول أنه على علي عبد الله صالح أن يوقع وبالتالي تنتهي هذه المسألة. بالأمس ذهب لتسريب خبر آخر أنه أعطى صلاحيات إضافية لنائبه بأن يوقع على المبادرة وعلى الآلية التنفيذية التي كانوا قد اتفقوا عليها في يوليو الماضي والتي تتكون من مرحلتين، مرحلة خلال 3 أشهر ومرحلة تالية لمدة 2 قادمين. وبالأمس سمعناه يقول إنه سيعطيه تفويضا آخر بأنه يوقع على تلك المبادرة والآلية التنفيذية ثم يكلف أحد أقطاب المعارضة برئاسة الحكومة ويؤدي القسم أعضاء الحكومة الجديدة أمام نائب الرئيس ثم يدعو إلى انتخابات رئاسية والرئيس يظل موقفه هنا مبهما وكأنه ما زال رئيسا، يعني إلى أن يدعو نائب الرئيس لانتخابات رئاسية مبكرة يظل الرئيس رئيسا. إذن واليوم سمعناه يقول إنه سيدعو أعضاء مجلس الشعب والشورى لإعطائه على الحقائق بعد أن كان قد قال منذ يومين إنه يعطي المعارضة 3 أيام وإلا فإنه سيتخذ قرارات انفرادية، وهو في طول عمره يتخذ كل القرارات انفرادية ولا يلجأ إلى أحد لكي يمنحه آراءه على ضوء يتخذ القرار. إذن هي محاولة وألاعيب من صالح الذي لم يتعظ ليس فقط بما حصل للرؤساء السابقين بل بما حصل له في دار الرئاسة في 3 يونيو، ونحن نرى ان نهايه بن علي كانت اخف من نهايه مبارك، ونهايه مبارك اخف من نهايه القذافي، ونتوقع ان تكون نهايه صالح اشد من ما حدث للقذافي في النهايه. هو لا يريد ان يعتبر ما حدث للاخرين، بل يريد ان يكون هو عبره للاخرين. ولكن يعني سيد عبد الرقيب، يعني هنالك حديث الان عن ترتيبات يجريها صالح لإفاد وفد رفيع المستوى للعديد من الدول العربية والأجنبية لحشد الدعم لخطة تقضي بتنحي وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى الرئاسة من بعد عبد الهادي منصور لحين تنظيم الانتخابات الرئاسية. يعني السؤال، ألم تفشل هذه الخطة من قبل حينما أوفد مبعوث وزير الخارجية إلى دولة الإمارات ورفض هناك؟ هو دائما يسعى لذلك. هو حتى في المبادرة الخليجية الأولى التي كانت في 3 إبريل أوفد أول وفد إلى المملكة العربية السعودية وبعد كده أوفد وفدا آخر إلى دولة الإمارات وفعلا تمكن من تعديل تلك المبادرة أكثر من مرة. الآن يلاحظ أن قوى المجلس الوطني لقوى الثورة يقوم بنشاط في بعض الأقطار العربية، وجدناه في الإمارات، وجدناه سافر إلى موسكو في البداية في 18 الشهر الحالي ثم عاد إلى الإمارات ثم إلى عمان، ومن المتوقع وصوله إلى القاهرة خلال الأيام القادمة. أيضا تم توسيع عدد أعضاء مجلس الوطني لقوى الثورة في التواصل مع الآخرين، وقد حدث لقاء بينهم وبين الأمين العام لجامعة الدول العربية. فوجدنا صالح بعد أيام مباشرة من لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية مع السيد
السيد علي ناصر محمد والسيد حيدر أبو بكر عطاس ووفد المجلس الوطني لقوى الثورة يوفدوا موفدين من عنده إلى أمين عام جامعة الدول العربية ويوجهون الدعوة له لزيارة اليمن للبحث في شأن تنفيذ مبادرة دول مجلس التعاون. وإذن هو سيحاول وسيظل هو الهدف هو المماطلة في الوقت، لأنه لا يريد أن يوقع ولا يريد أن يتنحى، لكن جماهير الشعب اليمني ستجبره على التنحي وستعاقبه وستحاكمه محاكمة عادلة جراء ما اقترفه من جرائم في حق هذا الشعب اليمني العظيم. نعم. الذي بدأ ثورته ولن ينهيها إلا بإسقاط هذا النظام. نعم، دعنا ننتقل إلى عبد الله سلام الحكيم عضو مجلس